السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم لا بيغي تاع البطاطا مع لي بولا دو فيونداشي، وغادي تكتشفوا اليوم سر صغير باش تجيكم كريمية. هاد لا بيري تشبه كثيرا ماركة موسلين. سنمر مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة لكمية تاع البطاطا اللي استعملتها، استعملت كيلو بطاطا، قشرتها وغسلتها مليح، ومن بعدها قطعتها إلى قطع صغيرة وضعتها في كاسرونه وزدت عليها الماء، وغادي نطيبوها في الماء. في هذه المرحله تقدروا تزيدوا الملح او تزيدوه في الاخير من تطحنوها. هنا غادي نخلوها تغلي في الماء حتى طيب لنا مليح، وانا دائما نخلي هذاك الماء ينشف مليح حتى يتبقى فقط كميه قليله باش هذيك الكميه نضيفها لابوري في الاخير من نطحنها. هنايا في كاسرونه اخرى راني واضعه 2 قطع تاع جبن وملعقه كبيره تاع زبده او مارغارين، تقدروا تزيدوا الكميه على حسب الذوق. وغادي نطحنوها اولا بالطاحونه العاديه، وبعد ما تطحنوها في الاخير تقدروا تزيدوا هذيك الكميه تاع الماء اللي تبقات لكم من صفيتو البطاطا. بعد نزيدو نكملو الطحنه نتاعها، وغادي نزيد لها الان المكون اللي يجعلها كريميه واللي هو كريمه الطهي. استعملت 3 كوب ما يعادل 80 مللتر. هاد الكريمه نتاع الطهي هي اللي تعطي هذيك البنه الكريميه نتاع لابوري. هنايا اضفت الكميه وخلطت. من بعد غادي نزيدو الحليب يكون ساخن، وكميه تاع الحليب على حسب الذوق نتاعكم. الا بغيتوها متكاتفه كثيرا ما تكثروش الحليب، ولا بغيتوها تكون شويه جاريه زيدوا الكميه نتاع الحليب. والان تقدروا تستهلكوها على هذه الهيئه او تميكسوها باش تتحصلوا على الهيئه الملسه. انا دائما نميكسيها باش تكون رطبه. قدمت معاها كرات نتاع اللحم مفروم، غادي تشوفوا الطريقه. بالنسبه للحم المفروم انا غادي نقترح عليكم التتبيله اللي استعملتها، لكن تقدروا تستعملوا اي تتبيله ناجحه عندكم. بالنسبه ل 500 غرام تاع اللحم المفروم غادي نوضع له المكونات التاليه. غادي نوضع له الملح، فلفل اسود، ملعقه صغيره نتاع ثوم مبشور، معدنوس مقطع قطع صغيره، وايضا الخبز. وضعته في الماء وخليته حتى يتنفخ مليح، من ولا طري عصرته واضفته للحم المفروم، واضفت له ايضا ملعقه كبيره نتاع طماطم مبشوره. من بعد غادي نخلطوهم جيدا حتى المكونات يتجانسوا. والخبز اللي اضفناه هو اللي يعطي الطراوه للكفته او اللحم المفروم. واللحم المفروم ما يجيكمش صلب، يعني غادي يجيكم طري بهذه الطريقه. من بعد غادي نحولوا اللحم المفروم الى كرات وغادي نطيبوه. نوضع في مقلاه شويه زيت ونخليها على نار متوسطه، وغادي نطيبوا هذوك الكرات عادي في مكان اللحم المفروم. يعني مع هاد لابوري تقدروا تقدموا المرقاز بنفس الطريقه. هنايا راني نقلي فيهم. من بعد غادي نهيئوا الصلصه بالطماطم اللي غادي نوضعوا فيها اللحم المفروم. هنا راه طاب، غادي نخلوه على جهه وسنمر الى تحضير الصلصه. وضعت في مقلاه القليل من الزيت وزوج طماطم يكونوا هكاك حمرين مبشورين، وضعت ايضا زوج قطع تاع الثوم مبشور، ملح وفلفل اسود. وضعتهم فوق نار متوسطه وغادي نخلوهم يطيبوا لبضع دقائق، لان الثوم يطيب بسرعه. غادي تحركوا هكاك باش المكونات يتجانسوا، وغادي نحسوا باللي الثوم طاب نحبسوا على النار. من بعد هنايا وضعت كرات نتاع اللحم المفروم في صلصه الطماطم، وغادي نخلطوا قليلا. من بعد الصلصه نتاعنا راها جاهزه. هاد الطماطم بالثوم تعطي بنه مليحه مع اللحم المفروم وايضا مع لابوري. وبالنسبه للتقديم دوك تشوفوا لابوري كيفاش جات، تجي كريميه وبيضاء وكما راكم تلاحظوا في الصوره، وملساء ايضا. غادي نوضعوها هي الاول في الصحن، من بعد نزيد فوقها كرات اللحم المفروم. بالنسبه لملاحظه اليوم، الا ما كانتش عندكم حاضره كريمه الطهي، راني واضعه في القناه وصفه تحضير كريمه الطهي. يعني هذيك الوصفه تقدروا تستعملوها في هذا الطبق تصلح ايضا. بالنسبه للملاحظه الثانيه، تقدروا في مكان اللحم المفروم وضع المرقاز، يعني تقلوا المرقاز تاعكم، اما تخلوه هكا كامل او تقطعوه ايضا الى قطع صغيره.
وصلنا إلى نهاية الوصفة نتاع اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم، ونقول لكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.